أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ساعة التربية، التي أتمنى دائما في بداية كل حلقة أن تكون وقفة مع الذات، وقفة مع النفس، مراجعة. لأن احنا أما بنتكلم على التربية أو ساعة التربية، إنما نتحدث عن تربية نفوس، وتربية النفوس دي مش مجرد بس اعمل سوي، ما تعملش كده غلط كده صح، لا، ده بيؤثر في المراكز المخية للبشر، فيخلي الواحد منا غير قادر على الصبر، وبيبقاش رؤوف، ومبيبقاش رحيم، ويبقى خواف، ويطلع مندفع، ويطلع مش شاطر. كل دي حاجات وسمات وصفات في البشر بتبقى موجودة. الناس يعني بيعتبروا ان الامور بالنسبة لنا بنبالغ، لكن الواقع بيقول ان انت بتتحكم في المخ البشري، زي ما بتعلم ابنك ازاي يشرب، ازاي ياكل، ازاي يستطعم، ازاي يلبس، ازاي يمشي، الحاجات دي كلها، كل الحاجات دي بيتعلمها الطفل. وزي ما بيتعلم الحاجات دي بيتعلم الخوف او القلق، والخوف والقلق له مركز في المخ على فكرة، والمادة المسؤولة عنه مادة اسمها السيروتونين والأدرينالين، وكلا المادتين مسؤولين مسؤولية كاملة عن سلوك البني آدم وهو خايف وهو قلقان وهو مرعوب. بعض الأولاد بيتولدوا ما عندهمش الخوف ده أو القلق ده أو التوتر ده. الطفل ما يعرفش كلمة الخوف وما يعرفش صفة الخوف، ولكن بيكبر ايه اللي بيعلمه انه يخاف؟ اوعى، حاسب، ما ينفعش كده، غلط. شويه ماما تعلي صوتها وتصرخ، او بابا يتخانق مع ماما، او صوت فجاه يطلع جنب الطفل، او كل حاجه بعملها بيتعدل عليا، وكل حاجة بحاول أعملها بأنتقد، وكل حاجة بعملها بشوف الناقص، ما بشوفش الحلو اللي الطفل عمله. من هنا نسبة الأدرينالين بتعلى، وبتفضل عالية ومستعدة في أي لحظة إلى الظهور، فيبتدي البني آدم يخاف اجتماعيا من الاحتكاك بالأولاد، ما يعرفش يرد عن نفسه، وبالتالي بيخاف من الأولاد. يوم ما يقف في الفصل عشان يجاوب بالرغم إنه عارف المعلومة، إلا إن لسانه بيتعقد من الخوف. يوم ما بابا أو ماما بيسألوه عن حاجة هيكذب عشان هو خايف. وبالتالي إذا كان ده بيتربى جوه البني آدمين بكيمياء في المخ، في مراكز الخوف اللي هي الأميجدالة، اللي هي أصلا جزء لا يتجزأ من المخ البشري، يبقى أنا كأب وكأم مسؤول عن تشويه أجزاء من تركيبة المخ البشري الطبيعي اللي ربنا جابه على الفطرة. يوم ما ابتدي معلمش ابن الصبر والمثابرة، في جذع المخ مركز الصبر. مركز الصبر ده، لا الصبر ده معنوي، ده احساس معنوي، ده احساس انت هتقول لي كيمياء ومش كيمياء، ده هو مسؤول عن الصبر، الاندورفين والانكفال، مادتين أما بتكسر البني آدم أو بيتعرض لأزمة بتطلع بكميات عشان تثبت الجهاز العصبي والجسم. عشان كده في ناس بيخونهم صبرهم،
أما يحصل له كارثة من الكوارث، خسر حاجات، تلاقي لسانه وقف، ضغطه عالي، جاله سكر، جاله جلطة في المخ، جاله نزيف في المخ، طب وقع ساكت. مادة الاندورفين والانكفالين دي من المواد اللي ربنا أنعم علينا بيها عشان يستقر الواحد نفسيا، عشان أثناء المصيبة نقول اللهم أفرغ علينا صبرا، والإفراغ من الإفراز. أنا لو عندي ابن كل اللي بيطلبه بيجاب، وكل اللي بيتمناه حاضر، سواء عمل أو ما عملش، تعب أو ما تعبش، نجح أو ما نجحش. هو حمادة قال عاوز يبقى لازم نجيب. حمادة اتصل ببابا، ماما خدت التليفون، حمادة ما خلصش مذاكرته، من فضلك ما تجيبلوش الحلويات بتاعت كل يوم زي ما اتفقنا، عشان يعرف انه لازم يتعب عشان يلاقي. حمادة قاعد يعيط وبابا تأثر، فجاب له في الآخر شنطة الحلويات. في الآخر وصلت الحمادة إنك مش لازم تصبر وتبقى صبور، وصلت الحمادة كمان إنك أنت مش لازم تتعب عشان تلاقي، وصلت الحمادة كمان إنك أنت تؤمر فتطاع. طيب، أما الشخصين دول اللي أنا قاعد أمثل بيهم من بداية الحلقة بيعيشوا في الحياة، ولد خواف مهزوز شخصيته ضعيفة، كذاب لأنه لازم يداري، وشخص تاني مش صبور وما يقدرش يصبر وعاوز كل حاجة في وقتها وتعود على كده. بابا من وجهة نظره أنا أب وبالتالي لازم أكون بأي صورة من الصور أو بأي شكل من الأشكال أعمل لابني اللي أنا عاوزه. في مفاهيم عند بابا، مفاهيم عند ماما، ابني ما حرموش من شيء عشان ما يطلعش محروم. أسألكوا سؤال بسيط، الشخصية اللي بتخاف دي هتقدر تواجه؟ هيبقى لها رأي؟ أما يوصل سن 12-13 الشباب بيقول له يلا نزوغ معرفش منين ومنين، هيبقى عنده رأي يقول لهم لأ؟ هيبقى عنده رأي ما يهربش من المدرسة؟ هيبقى عنده رأي إن إحنا هنقضي اليوم بره المدرسة؟ هيبقى عنده رأي يخالف أصدقائه يوم ما يروحوا يعملوا حاجة سلبية أو إيجابية؟ يوم ما الشباب يجتمعوا عشان يروحوا مدرسة البنات يقفوا قدامها والبنات خارجة، هيبقى عنده رأي هو يقول لهم لأ مش هينفع؟ يوم ما واحد يناول سجارة ويقول له نفس يا راجل، احنا يعني رجالة والمفروض نجرب ونجرب كل حاجة، هيقول له لأ؟ ويوم ما يسرح على الحشيش أو البودرة أو البودر أو الحاجات دي هيقول له لأ؟ مش هيقول له لأ. ليه؟ لأن أنا ما ربيتوش على رأي، وما ربيتوش ما يخافش، وما ربيتوش إن يقول الحقيقة حتى لو فيها أذية. علمته إن يكذب، وبالتالي الأولاد اللي زي دول ممكن يقعدوا سنين طويلة عندهم أصدقاء سوء، ماشيين شمال، نتائجهم مش كويسة، بيهربوا من دروسهم، بيصرفوا فلوس الدروس في أي حاجة، وممكن يقضوها، وبعد فترة يكتشف بابا إن ابنه كان بيكذب عليه. طبعا جيل زفت، طبعا زرع شيطاني، انا مش فاهم الواد عمل كده ليه، يا ابني احنا ما قصرناش، يا ابني اكل وجبنا شرب وجبنا مدارس وعملنا ولبسناك، انا مش فاهمك كذبك ده كله ليه ومشيك الشمال ليه، نصحناك مليون مره وقلنا لك اصدقاء السوء بلاش، خليك مع اصدقاء الخير الكويسين، وبالرغم من كده يا ابني انت زرع شيطاني.
هو مش زرع شيطاني. سيادتك لعبت في دماغه من الصغر وعلمته ازاي يخاف وازاي يقلق وشخصيته تضعف، وبعد كده صدرته للمجتمع، المجتمع كلو. تعالى بقى للنوع التاني، النوع اللي ما خليتوش يصبر، اللي ما علمتوش ازاي يتعب عشان يلاقي، اللي ما علمتوش ازاي يجتهد عشان خاطر ينجح، اللي اي حاجة هو عاوزها في ثانية بتجاب سواء كان يستاهلها او ما يستاهلهاش، سواء كان يستحقها او ما يستحقهاش. نيجي للنوع ده، الصنف ده بالذات غريب. ليه؟ لانه بيطلع اناني، عاوز الحاجة دلوقتي في تلك اللحظة. طب بابا عنده ظروف وانا مالي، بابا بيمر بأزمة وانا مالي، اخواتك محتاجين وانا مالي، الموبايل هنأجل موضوع الموبايل ده عشان نحدثه لك شوية، ناخد اسبوع، ناخد 10 ايام، ناخد اسبوعين. طب انا اقول لك خليه بعد الترم الاولاني عشان نقدر نعلم اولادنا ازاي يقدر يتحمل مسؤوليات الظروف. عارفين الولد بيقول ايه؟ اشربوا بقى وانا مالي. اشمعنى انا؟ اشمعنى ابو صاحبي جاب لصاحبي الموبايل لما طلبه؟ وليه انا ابقى اقل من اصحابي؟ وليه بعد ما قلت لهم ان انا هغير التليفون بتاعي اروح بالتليفون القديم؟ عشان كده حاجات كتير بتحصل بنستغرب. هو اولادنا عموما، اولادنا عموما بقوا كده ازاي؟ وبنتهم المجتمع، وساعات نتهم الجيل، وساعات نتهم الناس، ونتهم اصدقاء السوء، بالرغم من اللي سلم الولد ده، والولد ده هو بابا الحريص عليه وبابا اللي بيحب. وبالتالي فكرة ان انا ربي دي كيمياء بتعدلها في المخ. يوم ابني ما يكذب لانه خايف مني يبقى ده فشل في التربية. يوم ابني اما يقول وانا مالي ده فشل في التربية. يوم ما ابني يبقى مش فارق معاه يطلع ازاي ده فشل في التربية. يوم ابن ما يطلع عنيد. في صنف ثالث من الأصناف بيتعلم فيها الولد ازاي يبقى عنيد، وبزقه للعند. ربنا بينعم علينا بأطفال جدعان هايلين، منين نوجههم بيجيبوا نتائج حلوة. نبتدي بالرياضة يحقق نتيجة كويسة، نبتدي بالمذاكرة حفيظ ومذاكر وبيكتب، نبتدي بالقرآن بيبتدي يحفظ بشكل جيد، نشوف أخلاقياته في وسط أصدقائه هنلاقيه زي الفل. مع مرور الوقت الولد على سن 8 سنين 9 سنين يبتدي يزهق ويمل ويطلع القطط الفطسة، ويحاول قدر المستطاع انه يفلت من تحت سيطرة المحيطين. وبالتالي اول حاجة
بتظهر ان انا ابتدي اكسل، ما بقى زي الاول، ومجهودي اخد بنفس طويل اخلص الحاجة بعد ما كنت بخلصها بسرعة. طب وفي التمرين بعد ما كنت بحقق ميداليات وحزمة وارقام، ياه تراجعت وبقى في صعوبة شديدة في اني انا اروح حتى التمرين. القرآن بيتفلت، المذاكرة بتقل. يا سلام، ليه؟ الأم والأب في الفترة دي ما بياخدوش بالهم من السبب، لكن كل اللي هم شايفينه إنهم موفرين كل الإمكانيات الممكنة وغير الممكنة للولد، وماما موفرة الوقت والجهد عشان تذاكر له وتروح التدريب معاه وتراجع حفظه وتعلمه أخلاقيات. معنى كده إن ماما قايمة بدورها كامل مكمل، بابا في الشغل بيشتغل طلعان عينه طول النهار وبيجيب قدر المستطاع اللي يقدر يتعلم ابنه بيه، واللي يقدر يلعب رياضة بيه، واللي يقدر يجيب محفظ عشان يحفظه، واللي يقدر يأكله ويشربه ويوديه ويجيبه ويروح ويجي. لكن الولد بدأ يبقى عنيد ورافض ومش مريح ومستواه بيقل. يبتدي ماما تشد وبابا يشد لأنه شايف إن ابنه بيتعود ومش فاهم هو اتعوج ليه. يبتدوا يخلوا المدرب يشد، المدرس يشد، المحفظ يشد، وتبتدي اخلاقيات الولد تختلف. يبتدي يكذب، يبتدي يزوغ، يبتدي يعاند. اما ترجع لبابا وماما، هما قاموا بدورهم، ربنا يكرمهم، وتعبوا، ربنا يكرمهم، لكن نموا عند الولد حاجة اسمها إن أنا أكره الإنجاز، أكره المجهود، عملت ما عملتش متساوي، جبت 95% هيمسكوا في 5% مش في 95%. الناس النهاردة والأمهات أما بقول لهم ابنكم جاب كام، بيبقى بتلقائية ده نقص 3 درجات، ده نقص 2 درجات، ده نقص 5 درجات. يعني جاب كام؟ ما هو بقول لحضرتك ناقص 5 درجات، يعني من المجموع الكلي ناقص 5 درجات، يعني جايب 95% من 100 وجايب 98 من 100. بابا وماما في بعض اوقات شايفين انهم لو وفروا الامكانيات لابنهم يبقى طبيعي ابنهم لازم يجيب الدرجة النهائية، أو على الأقل يبقى من الأوائل. في بابا بيبقى وماما تبقى نمكية، تبقى مبتعديش، ماسكة على الواحدة. يعني إيه؟ يعني خد بالك، حاسب، أوعى ما توقعش، المية وقعت مفرفت تحتك، نقد باستمرار. وفي نفس الوقت مفيش تقدير مناسب، يوم ما نقص واجيب 2 أو 3 نقص، طب قول لي قصرنا في ايه؟ عذاب الضمير. طب ما احنا موفرين لك كل اللي انت عاوزه. عذاب الضمير. انت اقل من اصدقائك في ايه؟
ده لا بيلبسوا نفس لبسك ولا بيخرجوا نفس خروجاتك ولا بيتصرف عليهم نفس صرفك ولا 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 ولا. وبالتالي بقلل في قيمة نجاح الولد، يبتدي يزهق بالتدريج، وعادة محملينه الزيادة فزهق، فيوصل لسن 8-9 سنين اللي كان متفوق فيه من قبل بدأ يقل، يستلمه في فترة المراهقة مش هتقدر تلاقيه. المهم ناخد أم حبيبة من القاهرة. يلا تفضل أم حبيبة، تفضل. ازيك يا دكتور؟ وعليكم السلام. أنا لسه عندها 6 شهور، يعني أتعامل معاها إزاي أما تكبر؟ علي صوتك يا أم حبيبة عشان أسمعك. بقول لك أنا بنتي عندها 6 شهور، أما تكبر أربيها إزاي يعني؟ حاضر ماشي هقول لك. شكرا. طيب يا سيدي، حلو، ده سؤال واسع قوي يحتمل حلقات وحلقات وحلقات وحلقات، لكن اول سنه من المفترض ان احنا نعتني اعتناء كامل بالطفل عضويا، بتطعيماته، بمتابعتي للدكتور، بحجمه، بوزنه، وأهم حاجة في نمو الطفل النمو الحركي والعصبي. الحاجة التانية إن احنا نعرف إن الطفل في أنماط في النمو عنده، عدل راسه إمتى، ظهره إمتى، قعد إمتى. طب نكمل. طب هات وفاء. يلا السلام عليكم. ألو. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام، اتفضلي. بعد إذن حضرتك، هو في سؤال يعني بشوفه في المجتمع يعني دايما وبنعيش يعني فيه، الأمهات ممكن ما يحصلش نصيب في الزواج ومعهم أطفال، بعدين أما يجوا يتجوزوا بعد كده فمضطر مثلا يسيبوا طفل أو طفلة، فإزاي يمهدوا لهم الموضوع دون يعني المشكلة دي بتقابلني كتير، اللي هي رعاية أطفال يعني. يعني بص حضرتك، ممكن تسيب الطفل مع والدتها، فإزاي تمهد للطفل موضوع زي ده أو تتعامل معاه إزاي أصلا؟ لا تاني عشان السؤال، حضرتك بتتكلمي على رعاية الأطفال لما يكون منفصلين عن والدتهم، يعني الام سايبه الطفل مثلا لوالدتها ترعاه وهي مثلا هتتجوز وهتسيبه، فازاي تمهد له الموضوع او تتعامل معاه ازاي يعني، او الطفل ده بالنسبه للتعامل معاه يكون ازاي اصلا، المشكله دي بتقابلني كتير. حاضر، شكرا لحضرتك. حاضر حاضر حاضر. عندنا سؤال اخر اعتقد. ابو حبيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركة، اتفضل يا فندم. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. مع حضرتك ابو حبيبة من الفيوم يا دكتور. اهلا وسهلا، ربنا يخليك، منور الشاشة والله حضرتك. الله يسعدك، اتفضل يا حبيبي. حضرتك انا عندي 4 اولاد، كل ولدين وبنتين، كل واحد فيهم في مرحلة مختلفة من العمر، وكل واحد فيهم مش عارف اتعامل معاه يعني معاه بطريقة ازاي. مثلا عندي البنت الاولى في الثالثه في اولى ثانوي، والولد من بعديها مثلا في اولى اعدادي، وعندي بنت في ثانيه ابتدائي في ثالثه ابتدائي، وعندي ولد في اولى ابتدائي. فحضرتك عايز ازاي اتعامل معاهم؟ مش عارف اتعامل معاهم نهائي، مش فاهمهم، دايما بعاد عن بعض، عايزين نقرب من بعض مش عارف. ماشي، ده سؤال عام. حاضر حضرتك، ان شاء الله تجاوبني دلوقتي يا دكتور ان شاء الله. حاضر حاضر، هتسمع الاجابه على الشاشه. حاضر حاضر حاضر. طيب نجاوب. طيب، فالاطفال اللي عندهم 6 اشهر سنه بيبقى محتاجين جو، نمره 1 بلاش العصبيه، بلاش الحده، بلاش الزعيق،
نقلل طقم الحلويات عشان يبقى في جوع عشان نقدر نجوع. مدام سماح تفضلي. لو سمحت يا دكتور، عندي بنت عمرها 10 سنين، عنيدة جدا وحاسة انها بتكرهني، مش عارفة اعمل ايه. لا، احساسك ده مؤكد في علامات لده، انها يعني ايه، زعلانة منك مثلا؟ تملي تملي يا دكتور كده. ليه مش بتتقبل اي كلام مني؟ ليه؟ مش عارفة. لا، ما لازم يكون في سبب. وفي تبول لا ارادي. هي البنوتة قمصة؟ قمصة جدا جدا، مش عارفة اعمل لها ايه. طيب، هل هي من البنات؟ هل هي من كويس جدا، المستوى بدأ ينزل. ما هو لازم هينزل. هل هي من البنات اللي لو عملت لها حاجة او اتنين كويسين وأثرت في حاجة الدنيا بتتقلب؟ لا يا دكتور، لا. هي عنيدة جدا جدا، من كتر اللي عندي معايا بحس انها بتكرهني، ما بتتقبلش مني اي نصيحة. وانتي بتسعي لإرضائها قوي؟ طبعا، هي البنت الوحيدة عندي، وتملي حاسة ان انا عايز ارضيها، بس هي مش قابلة مني النصيحة. ماشي ماشي يا مدام سماح، حاضر. في حاجة تانية ولا نبتدي نجاوب؟ طيب، ناخد أم محمد. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ وعليكم السلام والرحمة والبركة. أنا الوقت عند حفيد، عنده 2 سنين. أي عنده عيط متواصل متواصل متواصل، وصوته عيط، وما بينامش بالليل خالص، وما يسكتش لما ياخد اللي هو عاوزه. وبنتي برضه، هي بنت مطلقة وهي عندها 3 سنين ونص، بتعاني تشلى في مامتها، يعني تعمل بتبيع على نفسها على طول، ما بتسمعش الكلام، تعمل عكس اللي هي بتقوله لها مامتها. على طول عيط متواصل برضه، دماغها ناشفة كده. هم أحفادي، 3 أحفادي يعني. وعند الكبير بقى عنده 5 سنين، على طول يحط صبعه في بقه، ما ينامش لو هو حاطط صبعه في بقه. مش عارفه اعمل معاهم ايه، هم مرتبطين بيا يعني. ما هو مرتبطين، وانت واضح حنينه بقى وعز من الولد ولد الولد. شويه هم يعني شايفين حالهم في البيت. لا والله، انا يعني بشد عليهم، بس برضو يعني مش عاجبني. بس لو حد بيقرب منهم سيادتك بتاكليه. عزوة، ربنا يخليكي اليوم عزوة. حاضر 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 يا ام محمد، حاضر. هو طبعا بلغوني في الكنترول، انا قدامي 3 دقايق، فالاسئله اللي مش هيتجاوب عليها هنجاوبها في ميعاد البرنامج يوم الاثنين الساعه 10، لكن في عجاله كده عشان يبقى الدنيا واضحه بالنسبه لنا. أنا هجاوب على سؤال فقط، اللي هو سؤال إن بنوتة والدها ووالدتها انفصلوا، فالأم اتجوزت، فجوزها واضح إن هو مش عاوز بنتها، مش هينفع معاها، أي وضع من الأوضاع ده. لكن في النهاية البنوتة هتتربى عند تيتا. تيتا طبعا محضن مهم، ولكن انفصال الأم عن البنت لازم للأم وجود على الأقل 2 يوم في الأسبوع، 3 أيام في الأسبوع، في زيارات، في مذاكرة، في خروج، في مرواح، في مجي، لأن نفسية البنات بتتأثر تأثر كبير، والأولاد بغيابهم، وخصوصا أنهم موجودين على قيد الحياة. الانفصال في حد ذاته مش مشكلة في تربية الأولاد، لكن السلوك بعد الانفصال هو ده الأصل والمشكلة اللي موجودة. عشان كده هم في القرآن الكريم في سورة الطلاق أكتر سورة قال فيها كلمة التقوى الطلاق،
عشان الناس لو انفصلت لأنهم مش عاجبين بعض يتقوا ربنا في الأطفال الصغيرين أولادهم. وبالتالي الطفلة إذا كانت في محضن الأم فمن وجهة نظر البسيطة البنت أهم من أي حد، ويوم ما تيجي ترتبط بحد بترتبط بأب وزوج مش بزوج بس. الأب كذلك يوم ما هيرتبط بواحدة هيرتبط بأم وزوجة. فكرة مرات الأب ومرات الأم والكلام اللي كان موجود ومتوارث بشكل واسع في الإعلام وفي التلفزيون وفي الأفلام، في آلاف مؤلفة من القصص اللي ربت الأولاد كانت زوجة الأب، واللي ربت البنات كانت زوج الأم. وبالتالي محتاجين شوية السؤال ما يبقاش نفسيتها هتتأثر ولا لأ، لأ، من الأفضل أن تكون الأبناء في محضن لإما باباهم لإما مامتهم، لو هيبقى تيتا موجودة في وجود بابا أو في وجود ماما. وبعد الأسئلة كتيرة لكن وقتنا أعتقد خلاص كده. خلاص كده. الخلاصة اللي أنا كنت عاوز أقولها إن إحنا أما نتكلم على القلق التوتر ضعف الشخصية قلة الهمة، ممكن نكون إحنا بتربيتنا وتوجيهنا لخبطنا الجهاز العصبي وحطينا فيه كل هذه السلبيات. هنشوف مع الحلقات الجاية إزاي نقدر نشيل هذه السلبيات، ومن أول الحلقة الجاية إن شاء الله أنا هجاوب على مجموعة الأسئلة لأن أنا وعدت إن أنا لازم أجاوب لكن الوقت لم يسمح بذلك. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.